المقامات العربية. مقام الرست: يعد مقام الرست أساس الموسيقى العربية، تحتوي أبعاده على 3/4 التون أي النغمات، ودرجة ركوز مقام الرست هي الرست. ودليل مقام الرست سي نصف المول مي نصف المول. ويتكون مقام الرست من جنسين: جنس أصل رست على الرست، وجنس فرع رست على النوى. وفي مقام الرست يكون نوع الجمع منفصل، وأسماء النغمات الشرقية هي رست، دوكا، سيكا، جهركا، نوى، حسيني، أوج، كردان.